ببالي شنو ببالي؟ ببالي انه اريد شغله واحده بس تحققون اياها. وهي؟ رسوم شوي قللون اياها مامرو. قللوها مرتين، شو تريد يقللوها؟ يسوى بلاش؟ لا في دول قلبك. بس هذا السؤال؟ مساعدة ما عندنا شيء بعد. هسه انا اسالك. انا اسالك. خادم. انت سالتني وانا اسالك. خادم لك انا. شنو هي المخالفات اذا سويتها تتغرم عليها 50,000 دينار؟ واحدة من الانحزام. الله يا والله أيه؟ اول واحدة. اي اول واحدة. وبعد. وقوف. والله صح. اي. بعد. كافي. ليش يوميا يبدلون نوعية الرقم؟ قانون المرور لصلاحية مديرية المرور العام كل 10 سنوات قابل أن يبدلون الرقم. ثانيا أنتم تعلمون جيدا كان الإقليم لوحات شكل والمرور لوحات شكل، الحكومة الفيدرالية المحافظات الوسط والجنوب شكل، صارت اتفاقية على توحيد اللوحات وهذه أشرت كشيء دولي، هذه اللوحات أشرت هناك عندهم. الثانية سهلة صعبة؟ لا والله سهل. عندك حق ترك اثنين بعد كل زين. اذكر لي 5 مخالفات اذا ارتكبت واحدة منهن تتغرم 50,000. ما اعرف مبلغ الغرامة بس الرون سايد، نفاذ الجهاز السوق، نفاذ سنوية السوق، مشى عكس الاتجاه قلناها، و شنو بعد؟ ضرب الاشارة المرورية. ذكرتني بشغلة كنا طلاب بالمدرسة بالمتوسطة يجيبون السؤال وما نعرف الجواب شو يسوي، نملي الواقع نقول بك المدرس المدرسه يحنون علينا ما يشوفها فارغ 5 درجات، فانت سويت وياها هيجي نص غلط. تعرف مجلس الوزراء وتوجه الحكومه اللي اثبتت كل التفاصيل تكون الكترونيه، فاجازه السوق عاده الاخوه حتى المرور يوقف بالشارع وكذا ياخذ الاجازه، حبيت تكون الكترونيه حتى نفاذيتها وتجديد تكون الكتروني حتى تخلص من قضيه انه انطيني. اولا هاي اراده للشروط، وهي الشروط هاي شروط المنصة اللي ده تعمل عليها الحكومة، المنصة معروفة كل الدوائر تذب المعلومات مالتها بهاي الدوائر. انت من اريد اجدد جهاز مطلوب منك فحص بالقانون صح ولا لا؟ اذا عندي حكومة الكترونية ادخل على الصحة اسمك ادق انت فاحص والتلاف والسياقة لو عندي جهاز جاي جدد الرسوم عن طريق الكتاب، ولذلك في بعض الاماكن في بعض الدول اجهزة موجودة في المولات يصدرون جهاز السوق، لكن بشرط تتوفر الشروط. شلون يرجع المعلومات؟ عن طريق الحوكمة الالكترونية. والله يعني الارض ناشده كان على مود السيارات الخصوص اللي يشتغلن تاكسي. يعني المنتسب يشتغل تاكسي، الضابط يشتغل تاكسي، ليش تشتغل تاكسي الدكتور ليش تشتغل تاكسي انت؟ ليش تاخذ رزق غيرك انت؟ بس يعني السيارات الخصوصي بكثره كلش اسهل لسه المرور واقف هنا انا بكثره كلش يشتغلن تاكسي. يعني احنا عالم كسبه على باب الله، انا عشت على السياره مو مثل المنتسب اللي راتبه 1600 ويجي يعني هو بس المنتسب لو الموظف والمدري شنو والمدري شنو يسوون يعني فد غرامه لهذا الشيء حتى يعني ما تتكرر. ما اعرف والله يعني هسه انت شوف هاي قدامك ذولا كلها طابقه تاكسيات يقبطون منها نفرات خصوصي ويروحون للكاظميه، يعني بكثر اكثر من سواق الصفر. والله كلامك كله والله العظيم وحقك وهاي الشركات مال تاكسي بيلي وتاكسي كريم وتاكسي اوبر عمت علينا مو شو ما كان. يعني الكرو من 5 قام يطلع ب 2000 وسيارته سبورتج مثلا وهو موظف راتبه فوق الواحد. هذا الموضوع راح ينطرح امامي راح يشوفوك الكل والله يعني كلش تعبون واحنا على باب الله ها وعيشتنا على هالسيارات هاي. الله يرزقك بالقران الكريم ورحم الله والديك. بس انا اسالك اسالني اخذتني في لحم لا شك يلا شنو المخالفه اذا ارتكبتها تتغرم عليه 50,000؟ ابسط شيء الحزام الامان. بعد مثلا اقف بمكان و شلون سايد ايسر اطبوق او مكان ما يسمحون به الوقوف. بعد يعني بعد اجازتك وين؟ موجوده. وين الله ناسيها؟ اي با زين طلع اياها زين. هسه اجازتك هذه هسه اذا المرور يريد يحاسبك هم راح يغرمه 50,000. ليش؟ تدري ليش؟ الاجازه غير مختصه بقياده مرتبات الاجره، فقط الصالون خصوصا. هسه انت تسوقها بدون اجره ما حد يحاسبك، تعتبر صالون حاضر لك، بس اذا صعدت فيها ترى شنو؟ ها هاي الثالثه. الله يحفظك ابني، شكرا جزيلا، اشكرك اشكرك اشكرك.